يوه اه همانتي بقى، مش معقول كده. اف انت سايبه سريرك وجاي جنبي كده ليه يا باي؟ وكمان عماله بتزنقي بقى، اتاخري شويه. اف مش حدش عارف ينام في البيت البداول الزفت ده. اف يا ربي بقى امشي هناك شويه. يوه هنا. ده سريري. انت ايه اللي جابك هنا؟ بقول لك ده سريري. واحد جوزي وامي على سرير واحد. انا انت ايه اللي جابك هنا؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه ده، انت فاهمين انا غلط؟ اخويا وحماته. انتوا فاهمين غلط. يا لهولي ما ارى ابني ومجيده. لا لا انت فاهمين انا غلط برضو. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل حصل وطحينه كده يا رانيا، كده يا رانيا. تبهدلي البهدله دي، لو انا كنت نايمه في الشارع كان جوزك خبط عليا قبل ما يجي ينام جنبي. معلش يا مامي، معلش يا مامي، ما يقصدش هو ايه. كان رايح يشرب فتلخبط في الاوض بدل ما يخش عندنا احتس على عمره في عمل. لا 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 انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش عارف ايه اللي جابني هنا. اكيد زي ما انت بتقولي فعلا اتلخبطت وانا داخل الاوضه يعني. أيوة أيوة. انا اسف جدا. هو ايه اللي جابني ان شاء الله؟ اوضه مجيده ما اوضتي موجوده، كنت رميت لك صناعه بره. رميتي مين يا ماما؟ ايه اللي رميت صناعه ده؟ هو انا كيس جوافه حامض ولا ايه؟ ما هو ليه اوضته؟ اوضته بتاعته هو ومراته. ايه اللي خليه يبرم في البيت ويجي في اوضه مش اوضته يخليه نسمع كلمه من اللي يسوى ولا ما يسواش؟ قصدك مين اللي ما يسواش؟ انت زفت انت. ما اقصدكيش يا مجيده. بحسب. طيب انا اسف جدا يا جماعه اللي حصل، يعني انا اسف. هعمل ايه؟ والله ما عارف اعمل ايه ومش عارف ايه اللي جابني هنا، بس هعمل ايه؟ معلش يا حبيبي، انت شكلك تعبان والارهاق لخبطك كده واحتست على روحك فدخلت. لا 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 لا. ايوه صح صح صح. رانيا رانيا خديني من ايدي والنبي، خديني من ايدي. انا اسف جدا، انا اسف جدا، انا بعتذر. انا اسف جدا، انا اسف جدا، انا اسف. يا جرستي يا جرستي ما تبصوليش كده، بقول لكم ايه. لا زير ثانك يو، جود افترنون، جود افترنون. يا دوله، ايه يا عم السرحانه اللي انت فيها دي من الصبح يا دوله؟ لا مفيش مفيش مفيش. على رمزي برضو يا دوله، في ايه يا عم؟ مفيش. لا قول لي، يلا رمزي، هو الواحد ممكن يبقى نايم في مكان يعني ويصحى يلاقي نفسه في مكان تاني؟ يا طبعا يا دوله، اكيد مثلا بتتقلب كتير ولا حاجه اليومين دول. اتقلب كتير؟ ابقى نايم في اوضه اصحى الاقي نفسي في اوضه تانيه يا اخي. اوضه تانيه؟ لا يا دوله مش معقوله دي. يعني ممكن تلاقي حد مثلا بيهزر معاك وشالك وانت نايم. شالني وانا نايم من غير ما احس بيها يا زكي؟ صح يا دوله صح، معاك دي حق يعني. طب دوله، ممكن تكون انت مثلا بتمشي وانت نايم؟ بمشي وانا نايم؟ على فكرة دولة، في واحد في البلد عندنا كان كده هون برضو بالظبط، لحد في يوم كده هون لقوه بيصيف في اسكندرية. امشي وانا نايم؟ يعني تفتكر يا رمزي حكاية ان الواحد يمشي وهو نايم دي حقيقية يعني؟ يا دولة حبيبي، دي حقيقة مؤكدة علميا. حقيقة مؤكدة؟ انت ايه يعني، بتقرا من ورايا؟ بتتعلم من ورايا ولا ايه؟ لا يا دولة ان شاء الله تفحوا. لا يا عم، دي بس شوية معلومات عامية كده اهو. اكيد معلومات عامية، مدام جات لك وما راحتش لاي حد تاني المعلومات دي فهي معلومات عامية طبعا. يا دولة امال ايه يعني، ولا عايزني افضل جاهل زيك كده طول حياتي ما اعرفش حاجة خالص؟ جاهل زي اطلع بره هنا. انا اسف. اطلع بره هنا، اطلع بره هنا. رانيا رانيا يا رانيا، في ايه؟ رانيا ايه الدم اللي في ايدك ده؟ انت قتلت سناء؟ ايه الدم ده؟ جه منين ده؟ انت بتسالني انا؟ امال اسال مين؟ ما انا كنت نايم جنبك طول الليل. نايم بالشكل ده؟ ايه ده؟ انا اتعورت ولا ايه؟ ايه الدم ده؟ ممكن يبقى كاتشب مثلا؟ ولاش عرفني؟ انا يظهر ان انا تعبان، اصل هو صراحه رمزي قال لي على حاجه كده، بس انت عارفه الواد ده مخرف يعني، الواحد ما بيصدقوش. حاجه ايه يا بيبي؟ قال لي ان في ناس بيمشوا وهم نايمين. والله ممكن تصدق بقى، احتمال وارد بقى تبقى منهم انت. طب وايه الدم ده وايه؟ بص يا عادل، انت فاكر اليوم اللي قفشناك عند مامي في الاوضه؟ يا دو قفشتوني عند مامي، هتفضلي ماسكه لي الحكايه دي طول عمري يظهر بقى. المهم دلوقتي يا عادل نعرف ايه اللي جاب الدم ده على هدومك، وكنت فين امبارح؟ ايوه لازم نعرف، انا كنت فين امبارح؟ وده دم كتير جدا يعني،
ايه اللي حصل؟ ياسمين، انت بتقري الجورنال ولا ايه؟ عادي يا بابا. وبتقري ايه بقى؟ اصل الجورنال ده يا ماما للكبار بس، يعني الصغيرين عشان يقروا حاجه في الجورنال لازم يبقى معاهم رقيب، حد زي علي ابو شادي مثلا. قصدك ايه يا بابا؟ قصدي يعني انت دلوقتي بتقري في ايه؟ صفحه الحوادث. اذا كان كده صفحه الحوادث. حوادث ايه؟ وانت ازاي تقري في صفحه، بتقري ايه في صفحه الحوادث؟ ابدا، دي جريمه قتل. قتل؟ يا نهار اسود، ده انت فاضل تعزمي عليا كمان بسجاره، مين بقى اللي اتقتل؟ ايه ده يا بابا؟ هو انت ما تعرفش ان الرقاصه اللي ساكنه في العماره اللي جنبنا اللي اسمها لولا اتقتلت؟ لا ما اعرفش وريني. اتقتلت صح. طب والناس بقى يا بابا بتقتل بعضيها ليه يعني؟ بتبقى ظروف يا ياسمين، ظروف ظروف. ظروف؟ طب ويا ترى بقى يا بابا الولاد الزغننين اللي باباتهم بتقتل بيحسوا بايه لما يعرفوا ان باباهم قتل قتلة؟ مش عارف يا ياسمين، مش عارف مش عارف. طب ويا ترى بقى يا بابا الناس اللي بتقتل دي بتخش النار صح؟ خش اوضتك انت دلوقتي يا ياسمين، يلا خش اوضتك بسرعه بسرعه، خش اوضتك. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. مالك يا عادل متوتر كده ليه؟ خدي. قصدك ايه يا عادل؟ قصدك ان انت اللي قتلتها؟ مش عارف يا رانيا، مش عارف مش عارف. بقيت قتل وقتل يا عادل؟ السلام عليكم. ادول يا حبيبي، ازيك ادول؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ ايه في ايه؟ اقرا ده يا رمزي. في يا دوله في اقرا بس. اعلانات مبوبه. مبوبتي مبوبتي بس. الحوادث يلا الحوادث. ما مبوبه دي الحوادث يلا الحوادث. انفجار ماسوره في وسط القاهره تحط يلا ماسورتي يلا الخبر اللي تحتيه يلا اللي تحتيه. ماشي يا دوله. مقتل راقصه في حي الهرم. ايه دولا انت زعلان يعني على الرقاصه ليه يا دولا؟ انت كنت على علاقه بيها ولا حاجه؟ يا ده علاقتي يلا هتوديني في داهيه. مش على علاقه ولا حاجه يلا. فاكر لما جيت زورتك وبعدين مسكت الكرباج وقعدت اضربك وانت في البازار؟ فاكر يلا؟ ما تفكرنيش بقى دولا. لا انت صحيح يا رمزي، كان احساسك ايه وانا ماسك الكرباج وعمال بقطع فيك؟ انا دولا يعني حسيت ساعتها كده ان انا كده يعني اسد واقف في البازار كده هون وانت عمال بقى تروضه. بيروضوا الاسود في البازارات دلوقتي يالا؟ ده في السيرك يالا، وبعدين بيروضوا حيوانات كتير غير الاسود. طيب يا دولا احنا ما علينا دلوقتي يا عم، ايه علاقه بقى الحادثه دي يا دولا باليوم اللي انت ضربتني فيه يا عم؟ ما انا قصدي يالا خايف اكون انا اللي عملتها يالا. عملت ايه يا دولا؟ معقوله يا دولا تكون وصلت للقتل؟ صوتك مش هيمشي. انا بقول لك يمكن يلا، يمكن هتلبسني مصيبه. حرام عليك يا دولا، حرام عليك، عملت لك الرقاصه كده وانت قتلها في عز شبابها بدله الرقص. يخرب بيتك يلا، بقول لك يمكن، مش انا مش اكيد، بقول لك يمكن. بص يا دولا انت لابسها لابسها يا عم. انت دولا ما بتبقاش عارف شكلك بتبقى عامل ازاي وانت نايم، بيبقى كلك شر. الا صحيح انا ببقى شكلي فعلا شرير قوي؟ ايوه دولا بيبقى شكلك كده هون يعني قتل قتله. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ بص يا دولا انت تروح تسلم نفسك للبوليس يا عم واخلص بقى واخلص. ايوه بس انا لو سلمت نفسي للبوليس البوليس مش هيصدق يعني ان انا كنت نايم. يا دولا لا هيصدق. دولا انت تروح تقول لهم ايه؟ انا اللي قتلتها بس كنت نايم وحياة ربنا واحلف، وهم هيصدقوك ويسيبوك.
يا سلام، بيصدقوني بالسهوله دي؟ ايوه دول. ده اذا كان يا عم انا مصدقك، البوليس مش هيصدقك يا عم، وانا يا عم هروح اشهد معاك يا دول. انت بالذات ما ينفعش تشهد معايا يا ابني، انت اساسا معاك شهاده معامله اطفال، وهم ما بياخدوش بشهاده الاطفال. ما تتكلمش خالص. طب اربي شنبي واعمل ده؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ هتربي شنبي؟ اهلا بسعاده الباشا. منور يا باشا، مش بعد الزياره دي خير يعني؟ جات لنا اخباريه ان الزباين عندكم مزاجهم عالي وبيشربوا حشيش على الشيشه. حشيش؟ اشاعات مغرضه يا باشا لا مؤاخذه. سعادتك شايف اهو زباينا كلهم ناس محترمين ومش اي حد يعني. والناس هتتبلى عليك ليه يعني؟ المنافسين بتوعنا يا باشا عاوزين القهوه دي تتقفل، لكن زبايننا لا مؤاخذه من احسن الرجال. وعندك اهو مثلا يعني الاستاذ عادل ده راجل محترم وصاحب بازار. ماشي. خير يا باشا؟ مفيش حاجه. لو سمحت يا سعاده الباشا، كنت عايز حضرتك يعني، بص حضرتك يعني مش ضروري يعني تقبض عليه في القهوه كده قدام الناس علشان الشوشره يعني. هو بص، هو قال لي يعني ان انا هسلم نفسه بهدوء. قبض على مين يالا؟ على دولة. ده دولة حبيبي، ما هو اللي قتلها. بس صدقني حضرة الأمين، هو والله كان نايم. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ خرب بيتك، بتسلمني يا ربزي. يا دولة هسلكك، هسلكك وزر. قتل مين بقى؟ قتل الرقاصة حضرتك. اهي الرقاصة، اهي وبيدوروا على المجرم، والمجرم اهو. قبضوا عليه. حضرتك انا ما عملش حاجة والله حضرتك يعني. ماشي يا رمزي، ماشي يا رمزي، بتعمل كده فيا يا رمزي؟ ماشي ماشي يا دولة. ده انا الواجب بيحتم عليا ان انا ابلغ عنك. يحتم؟ وانت جبت يحتم دي منين؟ يا دي يخرب بيتك يالا، ما انا ما يتقبض عليها تبقى انت في الشوارع يالا، وانت عندك شغل غير في البازار يالا. لا يا دولة، بص انا هجيب لك اكبر باش محامي في البلد كلها يا دولة، ما تقلقش. حضرتك الظابط، طب بص انا هقول لحضرتك حاجه، انا ما كنتش لوحدي بقى في الجريمه دي. امال مين اللي كان معاه؟ كان معاه رمزي، وهو كان بيقفل عليا وانا عمال بضرب الرقاصه. حضرتك ايه ده؟ دول دول كده انت ضايع مستقبلي. مستقبلك وانت ليك مستقبل يا صايع. تعالى معايا في الحاجز، على الاقل هتلاقي لقمه. طب حضرتك انا رجعت في كلامي، هو ما عملش حاجه. قدامي يلا. هو ما عملش حاجه، ده كان نايم. منك ليه؟ ايه ده؟ دولة هم دول الكفار يا دولة؟ ولا ما تستهبلش يالا، عشان دول ممكن يقطعونا هنا. دول خيرة شباب مصر، دول اللي هيجيبوا لمصر كاس العالم ان شاء الله. ايه ده يا راجل؟ يا راجل طب والنبي يا دولة صورني جنبهم يا دولة. حبايبي يا مساء اللطافة والزرافة والخفافة. ايه ده يا طايق؟ انتوا هتهزروا معانا ولا ايه؟ يا حضرتك احنا ما بنهزرش، وبعدين انت بتتكلم معانا على اساس ايه؟ روح ابعت لنا حد كبير. يلا احنا جايين ان هو في مدرسه كي جي 1. كي جي؟ طيب انا هبعت لك اصغر واحد في الفصل. الله عليك يا دولة، ايه الاجرام ده؟ ده انت مجرم جرمان يا دولة. امال ايه يالا؟ امال ايه لازم تاخدها من اولها كده يالا؟ انت عارف انا ديتها ايه؟ انا املوهم بس شويه واقوم اقطعهم واحد واحد. كنت فين من زمان يا دولة؟ مالكش دعوه. نعم. مالكش دعوه. نعم. ايه ده حضرتك؟ هو ازاي يقومك؟ ازاي يقومك؟ ده اتجنن الواد ده في دماغه ولا ايه؟ لا حضرتك روح ارتاح تاني، وبعت لنا الصغير اللي بعتك. اتفضل حضرتك اتفضل. انتوا جايين تهزروا هنا يا قطط؟ لا بقول لك ايه، انت كده غلطت غلطه عمرك. نزل ايدك، انت بتعرفش انت بتتكلم مع مين يا ابني. بتكلم مع مين يعني؟ سكسي بوند؟ لا حضرتك يعني ده انت اللي بتهزر. اهو سكسي بوند ايه يعني؟ بص حضرتك انا قتل يعني، بس يعني تخصص رقصات، لكن ان شاء الله ناوي اوسع نشاطي واخش مع الاحجام التانية والشربات وكله يعني. رقصات؟ امال فين الصغات؟ رمزي ده شكله ده يالا اللي بيطلع في المصباح بتاع علاء الدين يالا. يا راجل اللي هو بنطلب منه؟ اه. طب انا نفسي ابقى غني. قول نفسي ابقى ذكي، قول له يالا قول له. انتوا جايين تستعبطوا هنا ولا ايه؟ نستعبط ليه حضرتك يعني؟ بص بقى، انت عمال من الصبح تمخمط فينا واحنا ساكتين لك. انت مين؟ انا حسون المفتري، قاتل حد دلوقتي 1000. اهلا وسهلا يا استاذ شهريار، اهلا وسهلا حضرتك. شكلك كده مرابط. في ايه حضرتك؟ في ايه؟ نزل لي لو سمحت. عادل سعيد. ايوه انا فوق. زياره فيزي. زياره؟ يا ترى مين اللي جاي لي دلوقتي؟ عادل يا عادل يا حبيبي، انت فين؟ انا هنا اهو يا رانيا. يا عادل يا بيبي، تعالى يا بيبي.
ايوه لو سمحت يا استاذ بس ممكن تنزلني اكلم المدام؟ احنا في خدمه الموزس. وحشتني يا رانيا، وحشتني عادل، وحشتني. انت وحشتني قوي يا رانيا. عامل ايه يا حبيبي؟ انا كويس قوي الحمد لله، بس اوعي تصدقي عني اي حاجه، انا بريئه رانيا، انا بريئه. يا بيبي لا لا مش مصدقه يا حبيبي، انت حياتي يا روحي، انا مصدقك انت بس. وانا كمان يا رانيا انا بريء 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 بريء. ايه 12 بريء؟ ده هي قضيه واحده هتقعد فيها نص ساعه. بيبي بيبي بقول هم صحيح، هم صحيح الكلام اللي بيقولوه ان انت عندك علاقه غير الشريفه بالست دي يا عادل؟ ها يا رانيا هيبقى ضرب جوه وبره، وبعدين خرجي ايدك بسرعه عشان ممكن ياكلوها. علاقتي غير شريفة، انت على طول بتصدقي الاشاعات يا رانيا. رانيا انا ما اعرفش حد غيرك وما حبيتش في عمري حد غيرك يا رانيا. تيتي والله وانا مصدقك يا حبيبي، وانا كمان عينيك يا عادل عينيك حاسه ان هم عمصين كده مش عارف ايه. حزين حزين عشان الظروف اللي انا فيها يا رانيا، معلش بس انت اهم حاجه عرفتي كل حاجه. يا دولا يا دولا يا دولا، واحنا في وقت حب دلوقتي يا دولا، ما تخليها بقى تقول لها تجيب لنا مهندس يطلعنا من هنا. مهندس يطلعنا؟ اسكت يا عم، سيبنا في اللحظه الرومانسيه اللي احنا فيها دي ارجوك. ايوه ايوه صح صح والله. الزيارة انتهت. معلش يا حضرة السول، ممكن بس تسيبنا خمسة كمان؟ فينش حضرتك بس خمس دقايق، ما جراش حاجة. زقين. معلش يا رانيا شكله حافظ مش فاهم، ما جبتيش معاكي أي أكل عيش حلاوة بتاع؟ لا والله يا عادل، ده أنا كنت فاكرة يعني إن أنت هتبقى خايف هنا وبتاع فما لحقتش أجيب، بس أقول لك إيه، أنا ممكن أعمل لك ديليفري. ديليفري إيه بس؟ هيبرد على ما يفتشوه يدخلوه لنا هنا. لا يا دولا والنبي بص، خليها تجيب لنا البتاع دهون عشان أنا كان نفسي من زمان أو 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 أدوق. هو إيه اللي نفسك تدوق؟ اللي هو الديليفري ده دولا. أنت عارف إيه هو ده؟ ولا مش ناقص غباوتك خالص. رانيا اتكلي انت على الله، بس بقول لك ايه، لازم تشوف لنا على راي رمزي اللي هو المهندس اللي هيجي يخرب بيتك، المحامي اللي هيجي يطلعنا ده ضروري يا رانيا. طبعا يا عادل طبعا، انت بتهرج بس انت مش سايبني فلوس. فلوس خدي من ماما او سناء لغايه اما اخرج. ماما وسناء، يبقى انت لابد بقى في الزنزانه العمر كله يا حبيبي. يا رانيا اتصرفي لو سمحتي، يا رانيا اتصرفي بعد اذنك. مع السلامه رانيا. مع السلامه رانيا. مع السلامه. مع السلامه رانيا. مع السلامه رانيا. مع السلامه رانيا. يا ابني يا حبيبي، يا عادل يا ابني، يا ترى عامل ايه دلوقتي يا ابني؟ يا ترى عامل ايه؟ انا اخويا قتل قتله، ده كده الموضوع ده هيوقف سوقي، لو حد تقدم لي اقول له ايه؟ اخويا رد سجون. يا سلوم، هو ده بس اللي انت شايله همه؟ الجواز الجواز الجواز. اولا انت كده ولا كده السوق بتاعك واقف، مش لاقي اي حد يلمك. يا على حبيبتي بنتي اللي زقنانه الشابه اللي هتقعد سنين عمرها من غير جوزها. رانيا قولي لي عملتي ايه مع المحامي؟ اطمني يا حماتي، المحامي طمني الحمد لله الحمد لله، وقال لي ان شاء الله انه هيقدر يخفف الحكم لمؤبد بس. يا نهار اسود، مؤبد؟ لا لا لا، غير المحامي ده ما ينفعش ما ينفعش خالص. يعني ايه ما ينفعش؟ مش على قد الفلوس اللي معايا. هو انتوا اصلا رضيتوا تدوني مليم واحد؟ منين يا حبيبتي نديكي مليم ولا اتنين؟ وبعدين انت اللي مبوظه اعصابه ووصله للحاله اللي هو فيها دي، يبقى انت تحملي نتيجه اعمالك السوداء. ايه بقى ان شاء الله انا بعمل له ايه؟ مش كل شويه عايزه 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 ماسوره عوزان. انا اللي عايزه 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 ماسوره عوزان، وهي اللي مطلعه عينه ومستويه القلب عليه يا سناء. انت اللي مطلعه عينه ومستويه القلب عليه. يا شيخه جاتك القرف؟ قولوا بقى، ما تقعدوش معانا زهقنا. اهلا. مين يا مامي؟ ده المعلم عيكوا الجزار. طب خليه اتفضل. اتفضل. اهلا يا معلم عيكوا. ازيك يا مدام؟ الحمد لله خير يا معلم. امال الاستاذ عادل فين؟ عادل راح مشوار وزمانه جاي. خير في حاجه؟ خير ان شاء الله، انا جاي اطمن عليه. اما هو ما احنا قلنا كويس خير بقى. اصل من كام يوم وهو معانا واحنا بنذبح بالليل كانت حالته مش ولا بد. كان لابس بيجاما؟ ايوه، طرطش عليه شويه دم، اتخض طلع يجري مننا لدرجه ان العجل اتخض وطلع يجري معاه. وانا كده فهمت اللي حصل. طب بقول لحضرتك ايه يا معلم معاكوا، ممكن حضرتك تقولي الكلام ده قدام الضابط؟ اقول لحضرة الضابط؟ ده كده هيعرف ان انا بذبح بره السلخانه. انت عايزه توديني في داهيه عشان خاطر يا معلم عيكوا؟ اصلا عادل متهم في قضيه قتل وانت الوحيد اللي ممكن تطلعه براءه. كان كده بقى ماشي، احنا ولاد بلد وما نسيبش حد ابدا في زنقه. متشكره قوي يا معلم عيكوا، يلا بينا. دي بس يا معلم، اوعى تكون بتسرق يا دول. عيب يا دول الواد ده، ايه ده اتحرق البيت تاخد على طول. خساره. عادل ورمزي. ايوه حضره الضابط عايزكم، خدتوا براءه. براءه دول كفيني كفيني يا دول، هكفيك بعدين. بتوجعها قوي يا
نهار ابيض، يعني انت مقوماني من النوم مخصوص عشان سنانها بتوجعها؟ طب انا اعمل لها ايه يعني يا رانيا؟ اتعاطف معاها؟ لا يا عادل، ما انا جبت لها الدواء وبقت كويسه قوي، بس بكره لازم الصبح توديها الدكتور ضروري. اوديها للدكتور طب انت مقوماني من دلوقتي ليه يعني حضرتك؟ عشان البس من دلوقتي؟ لا، عشان امك. ايه عشان امك دي؟ امك مصره تطلع لحمه عشان تسيحها عشان بكره، وانا بقى بصراحه يعني كده قررت ان انا اعمل بكره فراخ. طيب يا رانيا ايه المشكله؟ سيحي اللحمه واعملي الفراخ زي ما انت عايزه. يا عادل انت دايما كده تبسط الامور يا عادل، ده انت مش ممكن. بص يا حبيبي، من البديهي ان انت بكره صبح هتودي ياسمين عند الدكتور، والدكتور ده عيادته فين؟ في العباسيه، وميدان العباسيه في احسن واحد في مصر يعمل الكولسلو. ايه الكولسلو ده اللي في مصر؟ خسارك يا عادل، مش عارف انت ازاي مش عارف يعني ايه كولسلو. كولسلو يا عادل، كولسلو سلطه الكرنب المهشمه اللي بحطها جنب الفراخ. سلطه الكرنب المهشمه؟ مظبوط، دي جامده جدا. الساعه كام بالليل سلطه الكرنب المهشمه؟ تصبح على خير يا رانا، تصبح على خير. فعلا في العباسيه هو الراجل. ماشي ماشي. يا رنا ما ينفعش، لو كذبنا عليها المره دي مش هتثق فينا بعد كده. يا عادل احنا مش هنكذب عليها، احنا هنخادع بس. معلش يا بيبي، معلش يا حبيبه قلبي، دلوقتي هتخرجي مع بابي وهيجيب لك شوكولاته وبونبوني كتير قوي وطعم اسنان بلاستيك بالمره. مش فاهمه يعني انا لو كلت مصاصه وبونبوني هبقى كويسه؟ لا طبعا يا حبيبتي مش هتبقي كويسه، لو كلت شوكولاته وبونبوني سنانك هتبوظ. سنانك دي حلها الوحيد انها لازم تتخلع. ايه في ايه؟ لازم يا جماعه اصارحها يا جماعه، دي طريقه كويسه جدا في تربيه بنتي. انا بتبع طريقه ان انا اصارحها ولكن برفق، اصدمها ولكن بشويش، ارعبها لكن بالراحه كده يعني. شوفي يا حبيبتي، بابا هياخدك لدكتور السنان عشان يعالج سنتك. انا خايفه قوي يا تيتا. لا يا حبيبتي ما تخافيش، ما هو هيطلع لك سنه مكانها. يا ماما اللي انت بتعمليه ده كده هتخوفي البنت، يعني ايه هيطلع لها سنه بدلها؟ بصي يا ياسمين يا حبيبتي، السنه دي لازم تتخلع، ولما تتخلع هتوجعك وهتخر دم، وبعدين كمان لو ما قعدتيش ثابته بقى على الكرسي اللي هو مليان اجهزه مرعبه دي والزز والحاجات دي هتتعاقب يا ياسمين. مش عايزه اروح دكتور، مش عايزه. ايه اللي انت بتعمله ده يا عادل؟ عاجبك كده؟ ليه كده يا عادل؟ يا جماعه سيبوني بس اربي بنتي بطريقه. اوعيلي اوعيلي بعد اذنك ياسمين يا حبيبتي، ما تخافيش، الدكتور قبل ما يخلع لك السنه دي هيديكي حقنه بنج كبيره كده اهو جوه في سنانك، فما تحسيش باي حاجه خالص وهو بيشيل لك السنه بالكماشه الجامده دي. لا مش عايزه حقنه. ايه اللي انت بتقوله؟ يا ياسمين يا حبيبتي يا حبيبتي، انت لازم تروحي الدكتور لان دي هتبقى اكسبيرينس هايله، هتتحط في السي في بتاعك. مش عايزه سي في. يا جماعة غلط كده، احنا بنأجل المشكلة وده مش صح، لازم نواجه ولازم نقتحم عشان نخلص على طول. بص يا ياسمين، السنة دي لو ما تعالجتش هتتشال، وهيتشال سنة تانية وتشال سنة تالتة لغاية ما بقك يفضى خالص، وده ممكن يأثر على سمعك. لا يا بابا، لا يا بابا. بص يا ياسمين يا حبيبتي، احنا هنروح لدكتور السنان عشان نجيب مصاصة وشوكولاتة. بتضحك عليا، مفيش اصلا دكتور سنان بيبيع مصاصه شوكولاته. ايه ده مين اللي قال لك؟ لا بالعكس، ده هو دكتور سنان انا اعرفه يعني، بس ايه الحكايه مش ماشيه معاه قوي، ففاتح كشك جنب اللي هو ايه الكرسي بتاع السنان ده اللي جنبيه المعدات بقى اللي هي بتاع الزز بالحاجات اللي هي المرعبه دي، عامل كشك كده هو ولا ايه؟ ايه ما تخافيش. ها ياسمين بنتي، بنت عادل سعيد تخاف؟ لا لازم تقتحمي، لازم تخش بجرأة وتخش بقوة. بنت عادل سعيد، بنت مين؟ عادل سعيد. ايدك فين؟ يلا بينا. ويشلك مناخيرك بالمصاصة. ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش. ايه يا سوسن، لسه في حالات بره؟ في عيلة صغيرة باي. عجية صغيرة؟ سوسن انت عارفة موقفي كويس قوي من العيال، انا ما بحبهمش، ما بحبش اكشف عليهم، بيخشوا يتنططوا على الكرسي ويقعدوا ينهقوا ويرفصوا. لا يا نحلة لا تقرصيني ولا عايز عسلك. يعني ولا تيجي بوكيا ولا بعد بوكيا ولا بعد بوكيا؟ بعد بوكيا ايه؟ احنا لاقيين ناكل، دخليها خلاص. اتفضلي دكتور منتا زينة. دكتوري منتا زينة؟ شكرا. يا اختي يا كميلة قطة، يا اختي يا كميلة بطة، شايفة الدبدوب بتاع حبيبتي عارفة بيعمل ازاي؟ كاك
كاك كاك بيعمل كاك كاك. شفت الدكتور لطيف ازاي يا ياسمين وبصي بيهزر معاك ازاي. يلا يا دكتور البس لها بقى الماسك وغني لها عالم سمسم عالم سمسم في رمضان. سمسم يا بيه، ما هو ده اللي بيسوس اسنان الاطفال. لا هو يسوسها لو حضرتك غنيته كتير يعني، لكن حضرتك ما تغنيش كتير يعني. حضرتك انا لطيف طبعا، لطيف قدام البنت والبنت واخداني ان انا قدوه يعني، فعارفه ان انا لطيف، فحضرتك يا ريت تضحك معايا يعني. تعالي يا حبيبتي تعالي، ماما اطلعي اطلعي اطلعي. يلا ياسمين يلا ياسمين، خايفه ولا ايه؟ لا ما تخافيش ما تخافيش، يلا حبيبتي يلا نقتحم زي ما قلنا، نقتحم نقتحم على طول. يلا هوب الجرأه، وريني الجرأه. برافو عليك يا ياسمينة. برافو. شكرا. شويه اقعدي يا حبيبتي، ما تخافيش خالص يا حبيبتي، افتحي بقك ما تخافيش. بصي خدي ده خليه معاكي العبي بيه، واخر القعده هباخده منك، ما تخافيش ما فيش حاجه في ايدي خالص اهو، مش مهم ده، افتحي بقك. يلا يا ياسمين افتحي بقك يا، بس معلش يا دكتور مخضوضه شويه، ايه يمكن مش عارفه تفتح بقها ازاي. افتحي بقك كده اهو يا ياسمين، بصي اهو اهو اهو. سلام من قبل رب الرحيم. ايه ايه ده؟ ايه ايه الكهف اللي جوه ده؟ ايه سنانك دي عليها احكام ولا ايه؟ احكام ايه يا دكتور؟ انت مؤكد ماشي بسنان والدك؟ حضرتك لا يعني لو بتتكلم يعني على السنان وانها مظبوطه وكده، حضرتك دي وراثه عندنا في العيله يعني، انا مثلا واحد من الناس بهتم بسناني جدا، بغسلها مرتين كل شهر. واضح واضح. تعالي يا حبيبتي انزلي يا ماما. ايه انزلي يا بابا يلا. إيه مش هتعملها اسنانها ولا اقعد يا بيه؟ حضرتك ايه اقعد يا بنت اولى يا بيه، بنتك وهي فاتحه بقها. اقعد يا بيه اقعد. افتح بقك يا بيه. افتح بقي. افتح بقك يا بيه. افتح بقك يا بابا. حضرتك لا مش عايز افتح بقي، ما ينفعش يعني افتح بقي. انت خايف ولا ايه؟ لا خايف من ايه يا حضرتك، افتح بقي ازاي يعني؟ يا دكتور ماما ما بيخافش، ماما ما بيخافش، هو بس ما بيعرفش يفتح بقه. بص يا بابا افتح بقك كده اهو. حضرتك يلا انتش السنه، اجيب لك الكماشه انتش السنه على طول من بقها وهي فاتحه بقها. متاخر خلاص، نزلت وانت طلعت. افتح بقك. حضرتك لا مش عايز افتح بقي حضرتك. يا حبيبي افتح بقك، انت خايف ولا ايه؟ يا رياض يا سابكي افتح بقك يا بابا، معلش هي توجعك شويه، تخر دم شويه، يلا بس يلا يلا اقتحم خد الدبدوب. حضرتك لا مش عايز افتح بقي حضرتك، انا جاي اعالج البنت مش اعالج نفسي حضرتك يعني. خش يا حبيبي امسكوه. ايه ده مدام الحكايه كده هو بجد يعني حضرتك؟ خلاص انا مرتب اصل اسناني ترتيب معين يعني، فعشان ما تغيروش حاجه مكان حاجه عشان لما باجي اقطم ولا حاجه والنب. يا بيه اخلص يا بنت، هتعرفنا شغلنا ولا ايه؟ امسكوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالي يا ياسمين قولي لي عملتي ايه عند الدكتور؟ رحت للدكتور وخلع لي سنتي وعلمني اغنية يا شمسي يا شموسة، خدي سنة الجاموسة وهدي سنة العروس. سنة الجاموسة؟ انت اديتهم سنتك يا عادل ولا ايه؟ ايه يا ماما؟ معقولة يا ماما؟ مش قدام البنت مش قدام البنت. بابا عايزين كل يوم نروح للدكتور. طبعا اتبسطت عند الدكتور، ما انا وديتها عند الدكتور ميكي اصلا. بابا الدكتور شيف؟ ها ها ها. وبعدين ياسمين؟ ايه ياسمين شاف ايه؟ شاف سنان بابا. ما شافش اي حاجه يعني، هو دكتور اساسا بتاع اطفال، ف يعني شاف سناني فتخض طبعا يا عيني غلبان. الدكتور بيقول ان بابا سنانه بتقع ولازم يعمل عمليه. يا نهار ابيض يا عادل، ايه يا حبيبي هو انت بقيت تمر بسن يأس ولا ايه؟ امر بسن الياس؟ انت بتتكلمي عن جوزك يا ماما وانت بتتكلمي عن مامتك. يا سلام، طب مامك هي قاعده مامته مالها يا حبيبتي؟ امك هي اللي مركبه طقم اسنان وعندها 3 سنين. خلاص يا جماعه خلاص، احنا هنختلف على حكايه الدكاتره والسنان عموما يعني، ده موضوع بسيط يعني والحمد لله حاجه سهله وعدت، والدكتور كان مخضوض بس ما فيش اي حاجه الحمد لله. ايه يا بابا فين الشجاعه؟ انت بابا ياسمين يعني لازم تقتحم. يا اخوانا هو اي كلام بقوله بيرد تاني في وشي ولا ايه؟ كرا يا عادل، هو انت خايف تروح الدكتور ولا ايه؟ لا مش خايف ولا حاجه، بس انا عارف انا عندي ايه يعني، انا عندي اللسه بس فيها كوبلن ضارب، فانا هاخد بالي يعني وانا بمضغ في الملفات ان شاء الله. عادل انت عيان ومش عايز تروح للدكتور؟ يا نهار اسود. يا ماما عيان ايه يا ماما؟ مش عيان ولا حاجه، كل ما في الموضوع ان ياسمين مش فاهمه يعني. بقول لك ايه، ولا ياسمين ولا انا ولا انتي نقدر نفتي في الموضوع ده، الدكتور الوحيد هو اللي يقدر يفتي برغم معلوماتي الواسعه والطائله في طب الاسنان. اي افتاءات وخلاص يا عادل، اوعى اكون كلت حاجه من الشارع. يا ماما اكلت ايه من الشارع يا ماما؟ ما كل الناس بتاكل من الشارع عادي، انا سناني زي الفل ما عنديش اي مشاكل خالص، كل ما في الموضوع ان دكتور السنان ده عايز يعمل شغل على بقي يعني. ماما ماما ماما
سنتك اللي خلعتيها رجعت توجعك تاني؟ سنتها اللي خلعتها هترجع توجعها تاني ازاي يا رانيا؟ اصل سنتي الجديده لسه ما طلعتش. يا حبيبتي، ما انا هقول لك على حاجه، هي السنه الجديده لسه في طور النمو، فلازم هتاخد شويه وقت يعني، وبعدين لازم تاكلي بقى ياسمين. هاكل، حاضر. تيتا، نعم. معاكي بونبوني؟ بونبوني ما تديها يا رانيا، اخرتها هتمشي بطاقه. حضرتك اللي بتتكلمي، معلش يا طنط، حضرتك يعني ولادك كلهم سنانهم بايظه. سنانهم بايظه؟ انا ولادي سنانهم بايظه فشل. طب ده عادل ابني من كتر سنانه ما هي حلوه وهو صغير طلبوه عشان يعمل اعلانات معجون السنان. عارفه الاعلان ده اللي هو طالع فيه بقه كده عامل وفي لمبه جوه بقه؟ صباح الخير. طب مساء الخير. طب سلام عليكم. طب سعيده. مالكم؟ ها، ازيك يا ياسمين؟ ازيك يا حبيبتي؟ فين البوسه بتاعت بابا؟ بلاش النهارده يا بابا. ايه اللي بلاش النهارده يا بابا؟ انت غريبه قوي يا ياسمين، ليه كده حبيبتي؟ اللي بلاش النهارده ايه ده؟ غريبه. انا هرشت بس مش حاسس ان انا بهرش خالص، وحاسس كده ان انا دماغي تقيله على كتفي باين ولا ايه. يلا. انت ايه اللي حصل لك النهارده يا ابي؟ ايه اللي حصل لي؟ ما حصليش اي حاجه الحمد لله. انت حاسه ان انا هيحصل لي كارثه ولا ايه؟ لا 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 خالص، هي حصلت خلاص، اوعى تقلق. انا مش قلقان، انتوا اللي قلقانين. قلقانين من ايه يعني؟ في ايه؟ بيبي حبيبي، انت منفوخ. انا اللي منفوخ؟ فين الفطار يا هانم؟ انا من الصبح بقول لكم صباح الخير ومساء الخير، والبنت بقول لها هاتي بوسه تقول لي لا. انتوا اللي منفوخين عليا ليه؟ ايه اللي في وشك ده يا ابي؟ ايه اللي في وشي؟ عادي جدا، بق ومناخير وهدان وحواجب زيك بالظبط، بس انت حواجبك ارفع شويه. طب بص يا عادل بقى. ايه، شفت حد تاني غيرك؟ ايه ده؟ بطلي هزار بقى يا رانيا، جايبه لي مرايه زي المرايات اللي هي بتاعت الملاهي دي اللي هي بتكبر الخدود والمناخير، ما انا ممكن اجيب لك مرايه لعلمك تطول لك ودانك. كل ده عشان مش عايز تروح لدكتور السنان. يا ماما دكتور سنان ايه وبتاع ايه؟ انا كل ما في الموضوع ان انا نمت شويه على الجنب ده، زائد ان انا كنت واكل نص بطني. يعني ايه نص بطني يا ابي؟ يعني ما اكلتش الوجبه كامله، اكلت نص الوجبه ونمت على النص ده، فعشان كده تلاقي النص ده هو اللي ورم عادي يعني. عادل يا حبيبي، ده تورم انتفاخي. انتفاخك ايه؟ وانت كل حاجه تنسبيها لنفسك يا رانيا. طيب بص يا ابي، ايه رايك لو تفشها بدبوس؟ وتلاقي نفسك طاير في الهواء كده زي البالونه وفجاه كده تروح خابط في الحيطه واقع على الارض. بنت 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 انت وهي وهي، وبعدين بتتريق على بابا يا ياسمين وانا واخبط في. ماشي يا ياسمين، ماشي. حاضر يا ياسمين. يا ابني يا حبيبي، احنا خايفين عليك، والمشكله اللي عندك دي ممكن تكبر. تكبر هتروح فين يعني؟ ما تخافش يا عادل يا حبيبي، هنبقى نعالجك على نفقه الدوله. بقولك ايه يا عادل، انت لازم تنزل دلوقتي وتروح لدكتور السنان. ماما انا مش رايح لدكتور سنان ولا حاجه، انا هخش اغير هدومي واطلع على البازار، مجرد بس ان انا اقف في الهواء هتنشف هتقع لوحديها وخلاص، ومش عايز اكل كمان. يلا خلاص. ب15 جنيه بس. طب خد دي 5 جنيه وخلي الباقي عشان. ماشي. انا رمزي مطلع الودع من غير كيس يالا. ايه ده دول ده؟ ايه ده يا عم، انت عامل عمليه تجميل في وشك ولا ايه؟ زي لمياء وهبي؟ لمياء وهبي يا هبل، اسمها شيماء وهبي يا غبي. وبعدين يعني هي نفسها مش عامله عمليه تجميل في وشها، عاملاها مش في وشها. امال فين يا دول؟ مش في وشها يعني، بس كده احسن. يلا يا رمزي انت رايك كده؟ ايوه دول والله كده احسن، بس انت بقى يعني كل لقمه وحطها هنا هون عشان يبقى بقك كله كده. انت بتضحك كده؟ بتتريق عليا ولا ايه؟ ماشي انا غلطان ان انا بتكلم مع واحد زيك. يا نهار اسوح، مدام رمزي الغبي ده خد باله، يبقى اكيد باينه قوي. بس على فكره ممكن دكتور السنان يالا رمزي هو اللي يكون عمل كده. يعني هو اللي عمل لي حاجه عشان وش يورم، زي مثلا ميكانيكي ما بتودي له العربيه حاجه بايظه فيها يقوم مبوظ لك حاجه تانيه عشان تروح له تاني يعني. ايوه دوله، بس ايه علاقه دكتور السنان بالوش؟ لا هو ملوش علاقه يعني، حتى الوش من بره والسنان بتبقى من جوه. صح صح.
وفي ايه جوه تاني يا دوله غير السنان يعني؟ اه اتفضل حضرتك خش بقى. ايه هتخش جوه بقى؟ هتخش جوه بقى ولا روح اتكل على الله على البازار اللي جنبينا، روح عد التماثيل اللي عنده يلا. لا يا دوله بقى، انا كل ما عد التماثيل اللي جنبه دي بيقعد يضربني يا دوله. طب ما انا عايزه يضربك، اتكل على الله. ماشي يا دوله، بس افتكر بقى ان الظلم دي نهايته وحشه يا دوله، وانت بتفتري عليا. حاضر ماشي. انا بفتري على شفت سبحان الله، لسه ما كملتش كلامي اهو. احسن ان شاء الله بقى جسمك كله هيضرب، ولا هديك الدواء بعد كده يا دولة. قول من هنا لبعد بكره يا دولة. ماشي، وساعتها بقى البازار ده هيبقى باسمي، وهتجوز سنة اختك عشرت ياسمين. سيبني. الو. ايوه يا مقرف. ايوه يا رمزي، عايز ايه؟ نعم. ايه هو جد جديد وانا معرفوش ولا ايه؟ يا ايه يا بنتي، مالك متعصبه كده ليه؟ في ايه؟ رمزي الاهبل العبيط المتخلف المقرف بيقول لي انا، ما حدش يقول لي يا رمزي، تقولوا لي يا استاذ رمزي، وما حدش يتصل بيا بالنمره دي غير لما يستاذن ياخد ميعاد الاول. تصدقي بقى ان انا تداركت شيء مهم دلوقتي؟ عادل عيان ورمزي لئيم، عايز يقعد مكان عادل في البازار ويمسك السلطه. ايه ده، الواد رمزي بقى بيفهم اهو وبيعرف يستغل المواقف. يا شوشن، فاضل حد بره؟ ياجي بتاع امبارح ووش ورم خالص. وش ورم؟ طب خليه قاعد عندك ودخلي لي اي حد تاني. مفيش حد تاني. خساره. طب دخليه. خلاص. صدعتني. يا من تعصتك يا من تعصتك. وقت الف سلامة يا دول. يا رب اللي فيا يجي فيك يا رمزي. ربنا يخليك يا دولة ليا يا رب. هو انت اللي ما سمعتش الكلام؟ مش لو كنا عالجنا المشكلة دي امبارح ما كنتش اتنفشت بالمنظر ده؟ اديني اتنفشت حضرتك. فشاني بقى فشاني. نفشك. اتفضل يا سيدي عشان تتفش. اتفضل. انتوا كده العيانين براحتكم، مفيش حاجة قلقاكوا، انما احنا قاعدين قلقانين طول الوقت. العيادة هتجيب فلوس منين؟ ده الواحد بيروح ما بيعملش 3 جنيه في اليوم. بس رايح فين؟ رايح العيادة. جاي منين؟ جاي من العيادة، وادفع مصاريف مية كهربا ضرايب وسوسن. الله يخرب بيتك يا سوسن، لغاية ما الوجع جابك ليا على ملا وشك، وانا بقى بحب الوجع قوي. ايوه يا دكتور كده، اديله. لو سمحت يا دكتور، مش معقوله يعني عياده بتاع الدكتور اسنان يبقى فيها جزم. طلع الجزمه ده بره لو سمحت. بص ايه يا نهار اسود ومنيل. ايه ده؟ افتح بقك يا دكتور. ايه يا ابني ده؟ ايه ده؟ انت ما عندكش ولا سنه بايظه يا خبر ابيض. طب وايه الحل؟ مفيش علاج يا دكتور؟ مفيش اي علاج لامثالك. اللهم قلل من امثاله وزود من امثالك. وعلي بقى شويه. اطلع بره قول. اطلع بره يا دكتور النبي. حاضر. افتح بس بقك، افتح، نكمل شغل في الخرابه دي. خرابه. يا نهار اسود، احنا لازم نعمل اشعه. خد حط دي جوه بقك. حاضر. عشان نصور لازم نعرف في ايه اللسه اللي جوه دي، الكيس ده فيه ايه. حاضر. حضرتك طيب يعني اصل انا مش في المود يعني. لا والله العظيم هتبقى صورة حلوة قوي يا دولة، صدقني. بص هتبقى صورة تذكارية ليك انا وانت مع بعض. يلا. بس يا حبايبي احنا هنصور 4 في 6. اثبت. حاضر. اتفضل. عادل حبيبي انت كويس يا بيبي؟ طمني عليك. ايه ده؟ ايه الصاروخ ده؟ يا دكتور عيب يا دكتور. صاروخ ايه؟ عيب. لا انا قصدي انه في السنة الوحشة اللي عندك محتاجة صاروخ حلوة قوي عشان يطيرها. طمني يا دكتور هو كويس؟ بص يا حضرتك انا مش عايزك تقلقي خالص، هو قمر زي الفل. يا دكتور بقول لك ايه، بص انا تعبان وخلقي ضيق يعني بلاش الحاجات دي. سوري انا يعني انا قصدي اطمنها على حاله حضرتك. قولي لي هو حضرتك تقربي له ايه؟ انا مراته والله. وانا دكتور سنان والله ممكن اخلعه. حلو قوي، بس بلخلخه الاول. ولا ايه عجبتك قوي؟ ايوه دول قوي، اللي بيقول لك يعني هو دكتور سنان وانت كانك يعني سنه وبيخلعك. انت بتفصل لي النكته. طب ما انا غبي. ايه ده هو قصده كده؟ لا ولا دكتور سنان. وبعدين ما تحترم نفسك. خلاص يا رياض يا صبجي. الله
الله رياض الأعصاب كده، أنا بموت في الحن وخصوصا آخر لحن بتاعه اللي هو الراجل. حس صاحبك عني يا نهار يسوى. أي إفتة وخلاص، رياض الأعصاب قال رجب، رياض الأعصاب قال هبطل السجاير وأكون إنسان جديد، معروف جدا يعني. صح دول. اتفضل خشوا. أنت هتعمل عملية النهاردة دكتور ولا إيه؟ بس أنا شايف إن الحالة ما تستاهلش. بس يا حبيبي عايزين نكمل قصة الجهاز. كتفوه. حاضر يا دكتور. يلا انت يلا خدوا بره عشان نعرف نشتغل. لا 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 حبيبتي خليكي لو عايزة. ثانك يو دكتور فيري ماتش ثانك يو. بيبي عايزني أفضل جنبك؟ لا اطلعي بره، اطلعي بره بسرعة عشان ما تشوفنيش وأنا بتمرمط، اطلعي بسرعة. أوكي عادل خد بالك من نفسك يا عادل، وخد بالك من الفك السفلي اللي على الشمال ده، والنبي يا عادل الله يخليك. حاضر حاضر حاضر. دولا والله العظيم هتوحشنا دولا، اشوفك بقى في الجنه ونعيمها ان شاء الله. وما تقلقش يا دولا على البازار ولا على ياسمين، هخليها تتعلم لغات لما تاخد الدبلونه بتاعتها. دولا مع الف سلامه. بره لا اطلع بره. هتعمل ايه؟ ثبتوه. تو بلي انقذني. ايه اللي حصل حماتي؟ خير؟ ميراث اجدادي وتراث السابقين هيروح مني. لا 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 ان شاء الله مش هيروح منك ولا حاجه. هو ايه الحكايه؟ فاهميني بس بالراحه كده. لا يا دولا ما دام هيروح منها تعالى يا عم نقفل البازار ونروح ندور عليه. اصل ينتشوه. ولا ينتشوا ايه؟ انت مالك؟ انت بتتكلم ليه اصلا؟ انت عايز تقفل البازار وخلاص؟ عايز تقفله وتقعد على تله؟ عادل عادل الموقف بتاعي في تركيا هيضيع لو انا ما دفعتش 2000 جنيه. موقف؟ انت عندك موقف بتاع ميكروباص مثلا في تركيا؟ لا انا اللي هو الموقف لما يكون عندك فلوس واقفه وبعدين بتتفك. اه واقف يعني انت ليكي واقفه في تركيا وعايزه 2000 جنيه. اه لا يا حماتي يعني منين اجيب لك ال 2000 جنيه ده؟ حتى الطابق مكسور. اه ورحنا حتى بعتنا الطابق ده يتلحم. عادل عادل ارجوك يا عادل، يعني انت بتشتغل في الحضاره وفاهمان ايه؟ ايوه انا فاهم طبعا يا حماتي، يعني بالنسبه للحضاره وفاهم كويس قوي ان تركيا في المشوار بتاعها قطعت مشوار كبير جدا، واثناء ما تركيا قطعت المشوار ده عشان تحتل العالم داست على ناس كتير في المشوار. طب دول هم كانوا راكبين ايه وهم رايحين المشوار ده؟ راكبين اتوبيس 183 يلا. اللي هو بيقف اول محطه عنده محطه الحضاره، وبعدين محطه العراقه، وبعد كده محطه الاصاله، وبعدين بيجرش بقى في محطه التراث. ده تلاقيه مكيف ده اللي هو من 2 جنيه ونص باين. ايوه انا. بس بقى لا انا عندي الحجه اللي تثبت الكلمانات دي. هي دي الحجه؟ ايوه. بص دي صوره. دي صوره جماعيه للعالم ولا ايه؟ اه دول صوره. طب انا فين يا دول؟ اشاور عليا كده، انا مش شايفني خالص. تعالى الناحيه دي كده، تعالى الناحيه دي. بص ركز جامد يلا ركز جامد. لا تعالى كده. طب مصوراتي فين؟ طيب ما دي الكاميرا الخفيه يعني. بس بقى بس بقى ده بقى بحر القزوين ولينا جزء فيه. ليكوا جزء فيه؟ اه ليكوا ايه مثلا؟ 3 كيلو سمك غير السلطات. والطحينه برضه دول بيخرجوها منه ولا ايه؟ ايوه انا بس بيخرجوها خام وبعدين يبعتوها على نجا حمادي يكرروها. طب وليه يكرروها دول؟ ما هي مره واحده وبعديها ينزلوا بقى بالسلطات الخضراء بقى. شت اب. ولا تهزر وحماتي واقفه، انت بتستهبل؟ ناقصين جدا يا حماتي اتفضلي. ده بقى البحر الميت وبرضه لينا فيه شويه. ليكوا شويه في البحر الميت؟ ليكوا كام ميت على كده؟ يمكن دي التراب بتاعتهم دول. ولا مش معقول بجد. اسفين جدا يا حماتي، وقت مش متربي وكل شويه افكره. ما تهزرش. طب بس ال- 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 الجزء اللي فيه الميه، اما بقى الجزء اللي هو الارض. انا حاسس يلا ان انا بتفرج على النشره الجويه. دول انا مش فاهم، حاول على المسلسل ده. مسلسل ايه؟ المسلسل بتاع النشره ده. مش معقول انتوا بتهزروا. احنا عندنا في تركيا اقله كده 200,000 مربع مكعب. 200,000 مربع مكعب؟ بص انت اللي بتهزرها اهو يا حماتي. لا يا عادل ده غير بقى جبل برطمان خان بتاع
جده. جبل برطمان خان يعني جدك الله يرحمه، يعني كان هو اللي بنى الجبل ده وبعدين حطه في برطمان ولا ايه؟ اصل هو تسلقه، وبعد ما تسلقه راح حاطط العلم واعلن انه هو بقى من ممتلكاته. ايه ده ايه ده؟ طب ما انا بطلع كل يوم السلم وبتسلقه وما بعلنش ان هو من ممتلكاته ولا حاجه. انت غلطان برضو يا رمزي، لازم تعلن ان هو من ممتلكاتك يا ابني، ما دام بتطلع طالع نازل طالع نازل. ها لا لازم تسجله يالا في شهر العقاري عشان تسيب حاجه لعيال عيالك زي الهانم كده. عادل ارجوك يا عادل من فضلك، انت مش هتصدق النقله الكبيره اللي هنتنقلها كلها. ارجوك سيف ماي سولجناتي. بص يا حماتي، فكره انك انت تحكمي تركيا ب 2000 جنيه دي مش وارده ومش راضيه تدخل دماغي خالص. لا ما هي ال 2000 جنيه دي انت مش علشان كده، ال 2000 جنيه دي اتعاب المحامي اللي هيخلص لي الموقف بتاعي. يا حماتي بس يعني القضايا دي عمرها ما بتكسب، وخصوصا القضايا بتاعت الوقف دي. بص لو 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 خسرت، وطبعا مش هيحصل، انا هبقى ارجع لك الفلوس دي من المعاش بتاعي بس بقى بالتقسيط. لا 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 لا، احنا ما بنسلفش فلوسنا لحد، سيب لنا راحتنا. فلوسنا على اساس ايه؟ ان انا وانت يعني بنحوش مع بعض ولا ايه؟ انت مال؟ طب ايه رايك بقى بالعند فيك يا رمزي؟ هسلفها ال 2000 جنيه. يا تري شونتي، ميرسي ميرسي يا عادل بجد. لا يا حماتي انت صدقتي ولا ايه؟ لا طبعا عادل من فضلك، انا عايزه ال 2000 جنيه دول في اسرع وقت. يا خالت مرانيا دولت مش 2000 جنيه، دولت 5000 جنيه، لما يجي لنا 2000 نبقى نديهم لك. انت بتخدمني ليه؟ بص يا رمزي ما تخدمنيش ما تخدمنيش يا ابني، انت بتدمرني بتدمرني يا رمزي. عادل ارجوك يا عادل. بص يا حماتي يعني ماشي، انا ممكن اسلفك، هسلفك 2000 جنيه بس ترجعهم لي عشان دي فلوس شغل حماتي. اوكي يا عادل، بس انا ليا بقى طلب اخير منك، انا عايزاك بقى تحضر معايا المقابله بتاعه المحامي بتاعي اللي اسمه العقر. المحامي بتاعك اسمه العقر؟ عينيا اذا كان هو العقر انا المفتح. قولي لي يا ماما الساعة معاكي كام على توقيت تركيا؟ ليه يا سناء؟ معاد القهوة التركي بتاعتك ولا ايه؟ هو الديك الشركسي اللي هو التركي بيتربى في عشش ولا بيطلقوه كده؟ لا انا سمعت ان الديك الشركسي ده مات وساب بقى العشش، بقت واقفة دلوقتي للفراخ البلدي. والفراخ البلدي دلوقتي رقد على نار. بكرة هتشوفوا أنا هبقى إيه وإنتوا هتبقوا إيه يا جربوعات. جربوعات مامي لعلمك بقى، تحدياتك تفتقد الواقعية، وعشان تبقي فاهمة الحقوق المنفعية بتتساقط مع التقاضي. مامي هو إحنا بعد كده ممكن نبقى نسافر نصيف في تركيا؟ بيان سور شيري، وتصيفي على البوسفور وتستحمي بقى على البحر على البلاج، وتلعبي في الجناين بتاعت قصر بتاع جده، وتركبي الخيل بتاع جده. الخيل بتاع جده؟ خيل الله ما جعله خيل. يا ماما انا الاوان بقى تفوي من الاسطبل اللي انت عايشه فيه وتعيشي معانا على ارض الواقع كده. حاضر يا حبيبتي. سناء وبعدين هيبقى سناء. ايوه ايوه ثانيه واحده. مساء الخير. مساء الخير. مش دي عمايه 15 شقه الاستاذ عادل؟ اه دي عمايه 15 خير. معايا جواب للسيده مجيده يقفت يوحي من تركيا. يوحي يا نهار اسوح، متشكرين. او انت حضرتك اسمك ايه؟ يامي يدا يا مدان. يامي يدا يا مدان، ده ابوه بينتقم منه. شكرين قوي يا يامي. انت يقع. الله يخليك. اديني اديني ده من الافوكا بتاعي. اولا لا اولا لي اولا لا. الافوكا الافوكا هو اسمه ايه؟ المحامي العقر. ايوه العقر. ايوه مرسي. نشاطركم الافراح. غدا اصل على طاقية اسطنبول القاهرة ومعي مستندات ملكية الوقف. اخيرا انا هاخد مستحقاتي. سيفيروم سيفيروم هي. ايوه طبعا يا حماتي، بس يعني مستحقاتك وحقوقك والحاجات دي يعني لازم نتأكد منها طبعا. يعني في المشمش يا ابني في المشمش، ما كانش حد غلب، ده اللي عنده بيت ملك بيلم ايجاره بالعافيه. انت هتاخدي وقف في تركيا؟ اه بقى الحكومه التركيه هتديكي وقف.
يا حبيبتي الاتراك مش بالسهل كده. يا ماما امي على فكرة انا بدأت ارتبك، انا خايفة الموضوع يطلع بومبة وخايف علينا من الصدمة. نو يا شيري اطمني خالص، لا يمكن يكون حاجة زي كده. انا بقى لازم دلوقتي احضر نفسي للسفر، ولازم احضر شهادة الميلاد بتاعتي، ولازم احضر الباسبور. حماتي معلش يعني انا اسف، بس حضرتك يعني متهيألي ان انت محتاجه دلوقتي ترتاحي. سيبيلي الجواب ده، انا هدرسه واعمل كل حاجه، انت تخشي بس ترتاحي لغايه ما نشوف الحكايه دي ايه، صح ولا غلط ولا ايه. ها اوكي. عادل خير؟ تخيل مين قاعد بره يعني وانا نايم كده هو، يا ما ينفعش ان انا اتخيل، ممكن احلم لك مين اللي بره. المحامي قاعد مع مامي، والوقف طلع واقع ملموس. الوقف طلع واقع ازاي يعني؟ يلا البس عشان تشوف. قوم بقى يا عادل. حاضر حاضر. مجيده هانم، تحياتي وتهانينا لفخامتك. اوراق الوقف اهي. ميرسي. طب انا عايزه اعرف الورث المعنوي اخباره ايه؟ معنوي؟ مش فاهم. جده كان واخد لقب اجاخان، انا بقى عايزه ارجع اللقب ده تاني. والله هم عرضوا عليا يرجعوا الطربوش فقط، انا رفضت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. العور محمد العور يا فندم. اهلا وسهلا. حضرتك من الورثه؟ اتفضل حضرتك. حضرتك انا مش من الورثه لكن زوج احدى الوارثات يعني حضرتك. وبعدين انا اعتبر نفسي الممول الرسمي والراعي الرئيسي، يعني انا اللي بصرف على القضيه يعني بتاعه الورثه. تشرفنا. اهلا وسهلا يا فندم. حضرتك يعني انا كنت عايز اسال بالنسبه للقضيه بتاعه الورث دي، يعني حضرتك لو انت ضامنها يعني الحاجات دي بقى هتيجي ازاي من تركيا يعني؟ ولو جت اصلا هنتصرف فيها ازاي؟ لا مش هنتصرف فيها، مفيش حد يتصرف في ممتلكاتات بتاعه جدودي. مامي لو سمحتي اسكتي شويه. بعد اذنك يعني، بعد اذن حضرتك، الممتلكات دي انا اعتقد ان احنا ممكن نقسمها جزئين، جزء منها نعمله متحف وناس يخشوا يتفرجوا ويدفعوا تذكره، يبقى ده فيه دخل ثابت بالنسبه للاسره. الجزء الثاني نقدر نبيعه وناخد فلوسه بقى. اوكي اوكي مفيش مانع. بني دي يا عادل، لكن على شرط ما حدش خالص يمسك ولا يلمس الشمعدانات بتاعه جدودي ولا طقم السنان بتاع جده. يا جماعه يا جماعه، احلامكم حاجه والاجراءات القانونيه حاجه تانية. اللي هيحصل كالتالي: مجيده هانم اغا خان. حضرتك يا حماتي ليه متسرعه كده؟ هو مش بيقول لك حاجه مجامله، ده اسمك الجديد احفظيه بقى، مجيده هانم اغا خان. حضرتك هتعملي لي توكيل كامل وشامل ومتكامل. هاخد التوكيل واطلع بيه على تركيا، افور الليله في السريع واجيب الفلوس بتاعه الوقف واجي على طول. تفور ايه حضرتك؟ حضرتك محسسني يعني ان انت رايح تخلص في موبايل. حضرتك سمحت ما تتدخلش في مهن الاخرين عشان ما تبقاش عاقمه الامور وخيمه. عاقمه الامور؟ اسمها عاقله الامور يا ماما، انت بس بتقولي اي حاجه. رانيا رانيا، انا مش مطمن لحكايه التوكيل دي. يا مات انا عملت لك التوكيل من امبارح. الله عليكي، كده بقى كل الاوراق المطلوبه معايا. اطمني يا هاني، كلها يومين اتنين والوقف هيبقى معاك. حضرتك يا باشا مش مطمن مش كده؟ ماشي اتفضل يا هانم، انا مجهزه بالله والله مجهزه. شيك بمئة الف جنيه. تبقي تردولي لما تستلمي الوقف. ما تقليش بالعز يا جماعه بالعز. سلام عليكم. اتفضل يا استاذ. اتفضل حضرتك. اي لاف يو اي لاف يو ميت اي لاف يو ميت يا حبيبتي يا تركيا. بابا ده الموضوع بجد ولا ايه؟ والله يا ماما شكله بجد. انا قلت من الاول كان ليا نظره فيها، مجيده دي هانم، هانم بنت هوانم. ابتسامتها، ضحكتها، مشيتها، نضارتها. ما تقفريش نضارتها من العتبه اصلا. بقول لك ايه، خليك معاها لغايه ما تخلص الورق، دي زي مامتك برضو. طبعا طبعا يا ماما، انا هخش لها دلوقتي عشان اشوف ايه الاخبار وكده. يلا يعني يا حبيبي يلا. خش لها بقى. يلا ربنا معاك. مجيده هانم. هانم مين؟ أنا ابنك عادل. أنا مش مخلفة أولاد. أنا جوز بنتك عادل يعني حضرتك. افتكرتك. ادخل. متشكر قوي، متشكر جدا يا ماما. ينفع أقول لحضرتك يا ماما ولا ما ينفعش؟ أوه عادل، أنا طول عمري وأنا بحلم إن يكون عندي ولد، بس أكيد مش بالمواصفات دي. معلش بقى يعني، هو اللي موجود يسد وخلاص يعني. وكان نفسي إنه يبقى فارس زي جده.
عارفة حضرتك أنا كنت هقدم في كلية الشرطة، بس في الاختبار بتاع الشرطة وأنا بجري رجلي اتلوت، بس كنت هبقى فارس يعني. يا حرام يا حرام، على العموم أنت شاب ظريف ولطيف وممكن أسمح لك إنك تبقى ابني. ربنا يخليكي. بصي أنا مش جاية أتكلم في الألفين جنيه اللي أنت واخداهم مني، يعني برغم إن أنا يعني اللي بدأت، يعني أنا البداية يعني. تري جونتي تري جونتي أديل، يعني أنت مش عاوزهم ها؟ لا طبعا، هو في حساب بين أم وابنها يعني. يا ماما أنا جاي النهاردة وخايف عليكي. من إيه يا أديل؟ يعني من المشاغل اللي هتقابليها بقى الفترة اللي جاية، مرحلة صعبة جدا، لازم هتكوني محتاجة حد يرد على الموبايلات، يرد على التليفونات الأرضية، يقابل الناس، يشوف الأوراق وكده يعني. تتصور تتصور يا أديل، أنت عمرك أطول من عمر راشد. أنا دلوقتي حالا كنت لسه بفكر في الموضوع ده، وكنت هنزل كمان إعلان في جورنال دو جيبت. لا جورنال اللي تنزلي فيه إعلان، ما أنا هو حضرتك. على العموم يا أديل أنا مش هلاقي حد أحسن منك. ربنا يخليك يا ماما. لا أبي عادل إيه؟ قولي أخويا عادل. أنا أخوك يا ماما. والله يا أبي التأخير ده كان بسبب الزحمة، وأنا ما كنتش مع أولاد في سينما ولا حاجة خالص. لا سينما إيه وأولاد إيه، ده أنا حتى لو شفتك بعناية مش هصدق. معقولة أختي بتروح سينما؟ وروح سينما عادي يا ماما، تروحي سينما عادي بجد؟ اه طبعاً، يعني أنت خلاص بقيتي شابة ومن حقك تكسبي بعض من الحرية يعني. ميرسي قوي يا أبي عادل. قلنا أخوك يا عادل. عادل عادل عادل، عايز أخش المجيدة. إيه 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 الكلام الفارغ ده؟ أول حاجة حضرتك دلوقتي غلطتي غلطتين. أولا اسمي الأستاذ عادل مش عادل، لأن أنا اللي بشتغل عند مجيدة هانم. ثانيا هي مجيدة هانم مش مجيدة. ثالثا ما ينفعش تخش يا ماما، ما ينفعش. يا سيدي نبقى نخبط قبل ما نخش. أنا ما بتكلمش على التخبيط، المسائل دي كلها بتبقى بنظام. حضرتك لازم تاخدي ميعاد ونشوف لك ميعاد ونشوف هينفع تقابلك ولا لا اصلا يعني. حاضر يا عم المدير، حاضر ياسي المدير. اجي امتى؟ انت مصعبها كده ليه؟ انت بتتريقي عليا ولا ايه؟ ما تيجي تشتغلي شغلتي يا ستي. الله، وانا بقبض او انت؟ لا 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 يا هانم، انا ما احبش حد يدخل في شغلتي. حاضر يا بيه، حاضر يا بيه، اديني ميعاد وخلصني. اصبري بقى اما نشوف ميعاد، يمكن ما نلاقيش مساء ولا حاجه. اصبري. ميرسي. ما في واحد دخل اهو بمنتهى البساطه. انت مالك واخده ميعاد بقالها 4 اشهر؟ اصبري اصبري اصبري، هنشوف لك ميعاد. انا ما احبش حد يستعجلني، لا اما اجيب لك الاب. يا عم يا عم يا عم، نطقت. نطقت نطقت طبعا. انت كنت فين يا عم؟ كنت في الحمام. دول في امن يروح الحمام؟ انا اسف يا فندم. شوف الناس اللي عاملين شغب دول. اتفضل. ولا حاجه. اجي امتى؟ تعالي بعد 3 اشهر واطلعي انا في الصاله شويه. خلاص يلا ما تشوحيش. اوعى كده يا عم، ما تروحش في اي حته ثانيه يا عم. حاضر يا فندم. ايه ده راح على فين يا حاج؟ حبيبتي وعايزه اراضيها. حبيبتك وعايزه تراضيها وداخله كده اهو بسهوله. لا يا هانم لازم تعدي على الجهاز. الجهاز يا ابني اهو. دولا جهاز ايه؟ الجهاز يا دولا اكتشف الشنطه دي. جهاز هو اللي اكتشفها؟ اه ما باينه في ايديها يا غالي. دي هديتي. ايه اللي موجود هنا اهو في الشنطه؟ هديتي لحبيبتي عبايه. جايبه لها عبايه؟ معقوله يعني؟ معقوله مجيده هانم هتلبس عبايه؟ بعد اذنك خدي العبايه بتاعتك واتكلي على الله. عادي حبيبي، ده انا امك حبيبتك. ده انا امك حبيبتك، ما ينفعش الشغل يا ماما. مفهوش انا امك حبيبتك. عايزه بيتي يتخرب قولي لي ده انا امك حبيبتك، لكن انا مستلم شغل يا ماما وانا المسؤول عنه يا ماما. امك. ام تمام يا فندم. ما اعرفش. يلا معاد، يلا يلا يا حاج. ايه يا امن؟ يا انا اسف يا دولا. انا اسف يا دولا؟ امن واحده معديه من عندك كده؟ امال انت امن ازاي يا غبي؟ على فين يا هاني؟ تيتي حبيبي انا رايحه اودي لماما هديه هابي فالنتاين في عيد الام. هابي فالنتاين في عيد الام في يونيو؟ عليا ده انتوا بتتعاملوا مع اذكى جهاز حد واقف قدام الاوضه دي. امال ايه؟ ها بعد اذنك اتفضلي وبطلوا تماحيك يا بيبي بليز. مفيش بيبي، انا هنا مش بيبي، انا هنا في الشغل. الشغل ما فيهوش بيبي. اوكي يلا يا ام ياسمين. يلا فضل. يلا حبيبتي يلا. اه يا جماعه عيب بقى، يا جماعه عيب بقى يا اخوانا. خلوا عندكم كرامه، خلوا عندكم احترام لذات نفسيكم، يعني لازم يكون عندكم. فين كرامتكم؟ فين كرامتكم؟
ايوه يا هانم. ميرسي. الكستياغ جاهز؟ جاهز. الباتروم. الحمام. ايوه انا قلت ايه الباتروم؟ انت عملت ايه؟ ايوه يا فندم جاهز ان شاء الله، وباذن الله ربنا يكرمك كده ويبقى حمام الهنا يا فندم. وادي الشبشب اهو ابو ورده، وجربته على وش الواد رمزي وكله تمام يا فندم. ميرسي ميرسي. رشيته بالديتول؟ رشينا ديتول. عملت الادويه بتاعه الحشغات؟ عملناها. طب ولا شربتها؟ يالا عملناها يا فندم. وغايه وغاكي. طب كورس كورس. يا دخلة على باب الحمام وكل حد عليك خوخة. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا استاذ عقر؟ فين مجيدة؟ موجودة يا فندم. يا اهلا وسهلا، انست وشرفت ونورت والله يا وش الخير. اتفضل يا عقري باشا. اتفضل اهلا وسهلا منور. ثانيه واحده انده للهانم مجيده هنا. مجيده هانم بسرعه. ام ام اظبط الناس. مجيده هانم. اتفضلي يا مجيده هانم. العقري باشا في انتظار سعادتك. ميرسي ميرسي. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, maître B. اطمني جايب لي كام مليون معاك؟ انا جايه هانم ومعايا مليون زومبا. وزومبا تحبي تاخدي عن زومبا الاول؟ معقولة يا فندم غيروا العملة في تركيا وبقت بالزومبا؟ قولة يبقى اديني بقى ربع زومبا مخروم اعملهم دلي هنا. أرجوك أرجوك يا متر، يعني اشرح لي أحسن من كده شوية. حاضر يا هانم. يا هانم، الحكومة التركية أصدرت قرار بإنشاء كوبري علوي يربط ما بين إسطنبول البلد وإسطنبول العاصمة. بس خليهم يستفيدوا برضو يا فندم من تجربتنا، يعني يشوفوا مثلا الكوبري الدائري اللي بيقعد يلف ده ومحدش بينزل منه في النهايه ده هايل. لما جم يبنوا الكوبري، الكوبري عدى على الاملاك بتاعه الوقف بتاعتك، فاملاكك كلها والوقف بتاعك بقى منفعه عامه. نعم يا اخويا، منفعه عامه يعني. يلا خد بيتك. يعني ما فيش وقف يا هاني. وانا بصراحه اتشائمت من القضيه بتاعتك دي، عشان كده انا قررت ما امسكش اي قضايا خاصه بتركيا دي عشان حكايه البكابار اللي بيعملوها. ولعلمك بقى انا مش عايز اتعامل القضيه دي. ولعلمك تاني بقى ارجوكوا ما تروحوش تصرفوا الشيك لان ما فيش رصيد. انا كنت مستني القضيه دي، كنت مستني القضيه دي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. فيك الله يخرب بيتك. مجيدة، بقول لك ايه، بقول لك ايه، بشعر الاسد اللي انت عاملاه عمال فيها ايه؟ الملكة انا ريمان، ما تقلعي البتاع ده. وال2000 جنيه، ال2000 جنيه، لا اما مش هيحصل.